اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسعة العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد منح الزجد حاجبا مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديد بن حسن العرنين أقنا بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدران يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك.